أغير بلان. ايش عنا اليوم خالد؟ طبعا اليوم اخترنا الاشهار السياسي والحمله الانتخابيه واللخبطه الاتصاليه. يعني هيئه الانتخابات الملاحظه الاولى لانه تقريبا ما ثماش وضوح رؤيه في علاقه بين هيئه الانتخابات والهيكل المكلفه بمرافقه وسائل الاعلام ومتابعتها في هذا الشان. الهنة الاولى يعني على مستوى الهنات هيئه الانتخابات لا ناطق رسمي لها. وبقيت في مستوى بيانات ثم خروج بعض أعضائها للتفسير. تقريب هذه الجملة الكلمة المفتاح في حياتنا السياسية هذه المدة هي قضية التفسير. يعني لماذا نحتاج إلى التفسير إذا كان بالإمكان وضوح الرؤية؟ طبعا هيئة الانتخابات تعتبر أنه مسألة الإشهار السياسي قانونيا تحاسب عليها وسائل الإعلام في حالة من اللخبطة، لأنه كلمة الإشهار السياسي تبدو كلمة عامة. يقول أنه يمنع تعمد الإشهار السياسي عبر وسائل الإعلام، المعلقات الإشهارية بعد وضحوها في تدخلات إعلامية مش على مستوى النص. يعني خرج أحد أعضاء الهيئة الانتخابات سي نصر تليلي ويقول أن المعلقات الإشهارية والممضات التجارية والهاتف المجاني والموزع الصوتي ومنع نشر نتائج صبر الأراء، اللافت أنه هذا ينطبق انطلاقا من 3 مايو، على الرغم من أنه الإعلام بهذا المستوى كان بعد ذلك بكثير وضع كثير من وسائل الإعلام نفسها تحت دائرة التساؤلات، هل مررنا بالإشهار السياسي أم لم نمر بذلك؟ ويبدو أن كلها تراجع في حساباتها في هذا الشأن. هذا الباب الأول أو الفصل الأول اللي يتوضع على كل حال ماهوش حضور الضيوف السياسيين سواء كانوا مختلفين أو مؤيدين أو متحفظين وغيرها، لا هذا الحضور بحسب كذلك نعود ونقول تصريحات أعضاء هيئة الانتخابات سي نصر تليلي وسي جديدي نفسه خرج في وسيلة إعلام في إحدى الإذاعات الشقيقة وضحوا هذه المسألة. يبقى الإشكال الثاني مرتبط كذلك بالحملة الانتخابية، ويبدو أنه الاتجاه العام في الحملة الانتخابية منع الناس اللي هما معترضين على مستوى المسار كل، يعني اللي رافضين لهذا المسار من الدخول في حيز هذه الحملة الانتخابية اللي تنطلق المفروض في منطلق شهر جويلية. طبعا في المقابل بالنسبة للذوات المعنوية وضعوا شروط واضحة، هي أهمها معناها وجود 100 إمضاء مسند للمزمع أنه يقوم بهذه الحملة، وطبعا الأطراف السياسية الأخرى واللي مش الحملة يلزم ويطيد وجهة النظر متاعه معناها مع أيه يعلن أيه يعطي في العبارة احنا نقوله توا باش فهم المواطنين استمارة أو في مستوى المطلق يحدد وجهة نظره هو وجهة يعني نظره طبيعة هذه الحملة، لأنه بعد بش إذا كان مش يقع التقسيم في مستوى وسائل الإعلام أنك تقول هذا معاه أو هذا ضد. أنا مش هذا موضوعي أساسا، أنا في اعتقادي الموضوع أنه احنا توا قاعدين نتسألوا في بلاس ما احنا نفسروا للناس في بلاس ما احنا نبدو فاهمين ونفسروا احنا اليوم كمنبر إعلامي قاعدين نسألوا شنو اللي صاير مش تفهم كل شيء غياب وهذه مسألة مهمة لحد الآن، غياب قرار ترتيبي مشترك مع الهيكل. هو شكون اللي يحط القواعد؟ هو شكون اللي يحط القواعد معناها ليزي ليزي، ولكن في العادة ليزي بالتنسيق مع الهيكل وإذا اللي قالوا هشام الزنوسي وقال فما نقاط ولحد الآن لم نرى قال فما نقاط مانيش متفاهمين فيهم، كان واضح جدا عن يعني ما شفناش قرار ترتيبي في هذا المستوى، وبالتالي أصبحت وسائل الإعلام مباشرة مع هيئة الانتخابات الآن. منطقي. الجانب الآخر وهذا اللي قلته أنت سماح معقول احنا علاش نقعدوا نفسروا؟ ما يخرجوا ويعملوا نقطة إعلامية ويوضحوا ويفصلوا في النص يعني في مستوى البيان وغيره مش معناها إشهار سياسي، خاطر ما نقعدش أنا نجتهد لأنه خرج أحد الشخصيات المحترمة في هيئة الانتخابات يقول لا هذا المقصود مش هو شكون قال لي هذاك المقصود. هيت نتفاهموا خليفة، راهو هما يخرجوا ويحاولوا باش يفسروا بهذا فاهمينه، لكن كي تبدا عندك ربع ساعة نص ساعة ساعة أونتين ما تنجمش تسأل راهو السؤالات الكل والتفسير اللي تعتبر مش حجة بالنسبة لينا حجة ماهوش بالنسبة لينا بلاغ رسمي واضح نقيسوا عليه، هو تصريح من عضو في الهيئة
الحي او العضو هذا لا يحمل صفه الناطق الرسمي فينجم يكون يحكي باسمه مش باسم الحي. هذاك هذا سامي بن سلامه بعده هو نعرفش بساعه ولا ساعتين كتب قال اي تصريحات غير مسؤوله لا تمثل موقف مجلس الهيئه العليا المستقله للانتخابات. انا نقول يعني بامكان على مستوى النص خرجوا نص نقولوا ها شنو الاشهار السياسي هاو اللي يجرم في هذه العمليه هاو المسموح به هاو اللي ممكن هذا اللي مش معقول تفهم روحك ما تنجمش تخليها في هذه. خاطر فما نقطه اخرى مهمه جدا خليفه احنا وقت اللي بدات تهبط شويه بلاغات ولا بيانات من عند الهيئه العليا المستقله للانتخابات مثلا بدي يحكيون على ماي 2022 شكون اللي قال احنا توا في الفتره هذه بالذات ما يخرجش بلاغ من بعدها يقول راه عملتوا حاجات غلطه باش تتحاسبوا عليه ما فماش واحنا ما في بالناش ورانا نحكيوا على مسائل جزائيه فما الطريقه الرجعيه في القانون كيفاش هو يقول احنا دخلنا ما هذا هو المشكل يعني يلزم خروج توضيحي بالضبط. النقطة الثانية اللي هي نعتبرها في مستوى المبدأ هي قضية تعم عاوس الإعلام في المحطات هذه وجربناها تلت سنوات نلقى الوحيد ينجم يمكن يخضع لهذه القوانين وللزجر وللعقوبات هي وسائل الإعلام في تونس هي بياوك سكرت سيدي هاي جيت قررت انت في جوره واحنا ناقشنا هذا مش مخبينه خويا نبعدوا عن الموضوع هي مادامها ماهيش واضحه هي اي وسائل الاعلام على المستوى الدولي والاقليمي تتحدث عن الشان التونسي وبامكانها ان تلقى فيها الاراء المتناقضه في هذا الجانب وتنجم ما تكونش محايده التواصل الاجتماعي بامكانها انك تلقى فيها هذه الاراء وما الضرر انه توجد اراء متناقضه ومختلفه في هذا الشان انا في تقديري السياسي الان وحتى على المستوى الاتصالي وجود الاراء المتباينه والمختلفه مهم جدا لاي عمليه سياسيه علاش تحب تحصرها في زاويه معينه راهي ما تخدمش حتى المسار نفسه انا نقول انا المسار نفسه يتضر وقت ما ثماش وجهات نظر مختلفه ومتناقضه وضد وناقده فوالا النقطه الخلافيه الكبيره اللي قعدت بانه في فتره ما الدعوه الى المقاطعه راهي فيها من بعد محاسبه جزائيه علاش؟ ما نعرفش. علاش قلت لك وهذا ما يخدمش العمليه السياسيه في اي كانت انسان يجي يدعو الى المقاطعه كيما لو فوت بلون في الانتخابات ما تحاسبوش على المقاطعه في الانتخابات قبل علاش في الاستفتاء؟ خاطر شكون يقول لك هو واجب وطني انك تمشي انك تمشي تشارك في استفتاء ولا في انتخاب هو نحكي على ارجيومون مانيش انا يقول لك هذاك واجب وطني ما واجب على كل مواطن معناها في عوضة تقاطعت نجم تمشي تعمل فوت بلون مثلا على خاطر باش نقول لك الفكره اللي نخم فيها على خاطر كان باش تقاطع اليوم استفتاء اخطانا من المرحله توا نتاع قايس سعيد وكل شيء اي لا نحكيو في النقطة باش تقاطع اليوم استفتاء وباش تنتشر الفكره ذي نتاع تقاطع استفتاء وكل شيء خايب بعد 4 سنين بعد 10 سنين باش تعاود تجي انتخابات باش تلقى شعب عنده فكره المقاطعه في مخه مهما يكون اللي جاي القدام باش ينتخب المقاطعه لا اخي احنا نحن عندنا المشكلة في العالم الكل معناها المشكله موجوده نزيدوا نعرفوا فيها هي مش درس في التربيه المدنيه احنا نعطيك الانتخابات عرفنا قديش من انتخابات من 2011 الى اليوم النسبه الاكبر من الناخبين مقاطعين هي مشكله ولا مش مشكله يا خليف مشكله تدرس راهو على مستويات الفكر السياسي لماذا تصل الناس درجه العزوف عن الشان العام لماذا الناس تعزف عن الانتخابات لماذا الناس تعزف عن الاحزاب لماذا الناس تعزف عن كل شيء مش نتعيوهم هي وجهه نظر كي انت تدعي تقول انا نقاطع يقوي وجهه النظر يقول لك يلزمني نشارك ويلزمني نساهم في التغيير ويلزمني نفعل البوليميك والدباء هو اللي يعطي المصداقيه ويخلق الفرز رد بالك كي انت تقول لا كان وجهه نظر هذاك هو نتم المقاطعه نكمل ما عندوش معنى نؤمن بالجدل والاختلاف ونتخاصموا ونتعاركوا في الفكره والفكره المضاده وتكون عندها مصداقيه راهو زاد كيف يجي ضيف ويقول لنا باش نقاطع وبالحجه وبالدليل تسالوا تقولوا علاش باش تقاطع شنو لي زارغومون اللي عندك وغيرك تنجم هي بدايلك انت بيدك تساهم في انك تفسر العباد شنو معناها مقاطعه؟ شو مش يربحوا من المقاطعه وشو مش يربحوا كي يمشيوا يصوتوا في الاستفتاء يعني حق على المواطن اليوم اللي يسمع انه يسمع وجهات النظر الكل وراه في لي ديبا هذوما في وسائل الاعلام هوني وين يتعلم او يسمع المواطن ويقيم ويقيم فوالا مهم جدا ورد بالك انا قلت لك بامكانك تقول اي راي في النهايه إذا ما تقولوش هو موجود في ذهنك وفي ذاكرتك وفي تفكيرك ما عنده مغير كان واحد مش يقولك ساعات يقولك هاو كتبت
انا سبيتك في الفيسبوك، هي كي ما سبنيش فيسبوك مش سبني وقعد وحده في القهوه هو كيسب فيا عادي، هي ما عندها حتى معنى ان انا اقرا بهذه الكيفيه. لا والله بالحق انا ما نشوفهاش مشكل. ها احنا نقولوا تو بالطريقه، هي ناخذ مثال الرئيس قيس سعيد هي هو ينتقد قديش اثر على شعبيته سيناريو نوفار. انا نقول هذا مش بالضروره، بامكانك تنتقد شخص وتزيد شعبيته راه ورد بالك، خاطر المعركه هي معركه مضامين، معركه افكار. نجم تنتقد شخص والعباد يبدوا رايهم فيك انت، وكعلاش قلت لك انا هما عملوا فكره ما فهمتش شكون يقدموا فيها للمسار العدم، وقت تضيق الخلافات والافكار وتبادل الاراء من غير والنقاش الجدي ما يخدمش العمليه كليه. شكرا لك خليفه كنت هذه لاغيغ بلون.